السلام عليكم طلاب، راح نشرح يونت 6 الوايت لايز. الوايت لايز الكذبة البيضاء. طبعا نقطة نمبر 1، منطيني وات از ا وايت لايز، منطيني ثلاث تعاريف عن الوايت لايز وطالب من يمي اي هو الاصح اللي اختاره، اي لو بي لو سي. احنا كنا نعرف شنو الكذبة البيضاء، هي كذبة بيضاء احنا نستخدمها من باب المجاملة الناس على مود لا نحرجهم ولا نأذي مشاعرهم، فنضطر نجاملهم ونكذب عليهم كذبات بيضة. مثلا شيء ما حلو نقول عليهم كلش حلو يخبل، مع العلم هو شيء يعني مو ذاك الأهمية ولا مو ذاك الجمال، يعني هي كذبة صغيرة. فنختار الجواب حيكون التعريف مال الوايت لايز انه حيكون جوابه بي، الاختيار حيكون بي. A small or unimportant lie you tell not to hear someone flying، يعني احنا تكون صغيرة وغير مهمة على مود لا نجرح مشاعر الآخرين، هي هذه ال white lies. طبعا هنا بداية اليونت هم منطينا على شنو راح يتحدث هذا اليونت. نجي على نقطة نمبر 2، نقطة نمبر 2 منطينا باراجراف. طبعا احنا تعودنا على كل يونت من ندخل الى يونت ينطينا باراجراف بداية اليونت وبعدين ينطينا اسئلة على هذا الباراجراف. احنا درسنا يونت الاول ويونت الثاني وافتهمنا التوبك سينتنس والجمل التوبك سينتنس وانواعها وشلون نقدر نستخرجها من الباراجراف، وانطينا ملاحظة مهمة قلنا ان ماكو باراجراف يخلو من الجمل التوبك سينتنس. فراح نجي على اكسرسايز نمبر 3، الاسئلة اللي منطينيها على التوبك سينتنس. طبعا اي طالب which sentence is the topic sentence، يريد من يمي استخرج جملة التوبك سينتنس. شايفين امامكم الباراجراف مرقم نمبر 1 نمبر 2، فجملة التوبك سينتنس هي نمبر 1. طبعا احنا قبل جنة منطين ملاحظة سوري إذا تذكرون قلنا دائما جمل التوبك سينتنس، مو دائما، أحيانا إنه لو تجيب بالبداية الباراجراف لو تجيب نهاية الباراجراف. فهنا جت بداية الباراجراف من رقم 1 white lies are not always bad، هذه هي جملة التوبك سينتنس. احنا قلنا بعض الأحيان مو دائما، لو تجي بالبداية لو تجي بالنهاية. بي طالب مني جملة concluding sentence اللي هي حيكون جوابها 3 وسي حيكون جوابها 2. جواب سي حيكون 2. المفروض ان تكونون انتم فاهمي وماكو داعي اصلا اشرحها لان شارحينه هواي، المفروض اصلا فاهمي. مثل ما قلت لكم اليونت الاول يونت الثاني والثري جدا مهمات انو تفهموهن وتركزون عليهن. هنا عندنا الgiven opinion، منطينا موضوع الgiven opinion ومنطينا وياه الفاكت. ما هو الفرق بين الgiven opinion والفاكت؟ بالنسبة للgiven opinion هو رأي، فينطيك دائما شلون راح تجي صيغته، شلون راح تفرق بين الاوبينيون والفاكت. الفاكت دائما تكون حقيقي، شيء معلومه حقيقيه معروفه. الاوبينيون يكون راي، مو معلومه الكل تعرفها. مثلا راي احد الاشخاص، مثلا انا اذا جيت اقول I don't think white lies are dangerous، اعتقد ان الكذبه البيضاء مو خطيره، هذا راي، اوبينيون، راي مو فاكت، يعني رأي شخصي، يعني مو شيء معروف عند الكل، تمام؟ هذا هو بين الأوبينين والفاكت. إذا نشوف إحنا بإكسرسايز نمبر 4 منطيني أسئلة أمثلة سوري، إذا كانت هذه الجملة أوبينين أضع أو بعد ما أقراها، إذا كانت هذه الجملة فاكت أضع F. مثلا نجي على A، learning English is easier for girls than for boys، تعليم اللغة الإنجليزية أسهل للفتيات من الشباب من الولد. فهذا رأي مو فاكت، opinion، فراح أضع O. مبينة يعني واضحة، يعني مو معلومة شيء أكيدة ولا شيء حقيقي، هذا رأي أحد الأشخاص. مثلا إذا نجي على B، good teacher don't give too much homework، هذا opinion، هذا رأي، فراح أضع O.
طبعا سوري نسيت أنت ملاحظة جدا مهمة عن هذا الموضوع، عن الأوبينيون أكو ملاحظة بس نسيت. إحنا دائما من نريد نكتب عن الأوبينيون لازم من نريد نبدي بهذه الجملة لو نبدي ب I think I don't think. طبعا هم نطقكم إياها بالشرح بالبداية عن الأوبينيون بس أني نسيت. I think, I don't think, I believe, in my view, in my opinion. هذه موجودة يعني نضيفها قبل لا تنطي رأيك. عندما تنطي رأيك لازم ضروري موجودة. هي مكتوبة بالأسود ببداية الشرح بصفحة 43. إذا ترجعون الفيديو راح تلقونه موجود أمامكم بس أني نسيت. يعني هي ملاحظة جدا مهمة بخصوص هذا التمرين. أنا راح أنطيكم الحل مالته بس أنتم حاولوا تحلوه لأن هي جدا سهل وجدا واضح. إذا تقرون جملة أكثر من مرتين راح تعرفون الحل. فأني نزلتكم الحل هذا أمامكم مال exercise number 4 جدا واضح ان شاء الله. انا اعتقد انه I think، شوفوا هسه انا من اجي ارد انطي مثل انطي رأيش راح اقول I think. اعتقد انه كل السهل بالنسبة لهذا ال exercise number 5 منطيني امثلة وطالب من يمك انه انت مثل الهومورك، تمرين هومورك هو عليك انه تنطي الفاكت الحقيقة له والاوبينيون رأيك، فهذا عليك لانه هو مثل الهومورك. فكل طالب يحله بطريقته برأيه الخاص وينطي حقيقة عن هذا المثال. بيجي بالامتحان يجي الاكسرسايز 4 يجي اكثر بالامتحان. نجي إلى البرينستورمين النوع الرابع من العاصفة الذهنية. أخذنا أنواع عاصفات ذهنية باليونت السابق، أخذنا الكتابة الحرة الفري رايتنج، أخذنا طريقة القوائم والخريطة اللي أخذناها. هسه عندنا النوع آخر من العاصفة الذهنية الديسكاشن المناقشات. احنا نتبادل الديسكاشن مع الاخرين على مود نناقش رأينا، نتبادل الافكار. فيو كان شير ايدياز وذ ديفرنت بيبل، مشاركة افكارك مع الاخرين. يو كان اسك كويشن تو هيلب، انه تقدر تسأل اسئلة على مود تساعد الطلاب يفكرون بطريقة عميقة. هذا هو المناقشات. فواضحة شنو يعني المناقشات. وعندما تتناقش مع أحد واختلف وإن كان الهم أوبينيون يختلف عن رأيك فأكيد راح نحترم الهم أوبينيون من باب الاحترام. بخصوص اكسرسايز 6 هذا عليكم مثل هومورك، إنه طالب رأيك بهذني المواضيع الجمل، إنه هومورك يعني عليك ما بي شيء مهم. هنا منطينا على سبورتين سنتنز وشارح عن احنا شرحنا سبورتين سنتنز، قلنا ان الجملة الداعمة اللي تعطي افكار اكثر عن التوبك سنتنز، والتوبك سنتنز اللي ينطي الفكرة الرئيسية عن الباراجراف. هذا الشيء شارحينه. بالنسبة لاكسرسايز 7 انه طالب يمك ترجع عن الباراجراف اللي اخذناه بداية اليونت ونطلع الآراء اللي موجودة، جمل الآراء الموجودة بالباراجراف وتطلع مع الأمثلة. هيك تمرين جدا مهم انه ينطيك باراجراف بالامتحان ونطلع الأوبينين نطلعه ونطلع وياه الأمثلة عليه. طبعا هيك تمرين جدا مهم. بإمكانكم تقرون الباراجراف وتعرفون انه وين جملة الأوبينين. انا طبعا نزلت لكم يا الحل مال اكسرسايز نمبر 7. بخصوص الاكسرسايز نمبر 8 كذلك نفس الاكسرسايز نمبر 4 انه جملة الفاكت اف الاوبينيون او، انه هم هذا الحل امامكم انه تقدرون تقرون تفهموه. يعني ما اعتقد انه يتطلب انه اشرحه لان هو يعتمد على قرايتك وفهمك للجملة انه بين الحقيقة وبين الرأي. بخصوص التمرين 9 مطينا هنا باراجراف، هذا بالازرق مطينا يا هذا الباراجراف. وش طالب مني؟ طالب مني مطيني أسئلة عليه وطالب مني أجاوبه، أنه راح تقرون الباراجراف سوري راح تجاوبون على هذه الأسئلة أمامكم. أنا بنهاية الفيديو راح أنزل حل كل التمارين بس خل أوضح التمارين.
فهذا التمرين واضح امامكم، وهيك اسئله في سؤال مع الباراجراف ينطق عليه اسئله جدا وارد بالامتحانات. باقي التمارين جدا واضحه، اكثرها تمارين هوم وورك انه تقدرون تقروها وتفهموها وتحلوها. واللي تمارين اللي حليت لقيتكم كلش مهمة عليهن اكسرسايز 8 واكسرسايز 4 اكسرسايز 2، هيك اسئلة تجي بالامتحان، واكسرسايز 7 اذني تركزون عليهن بدن الفاصل، اكثر التمارين المهمة المطلوبة من يومكم تركزون عليهن. هذه اجوبة اكسرسايز 7 و 8 و 9 هذني جدا مهمات. اما باقي التمارين قلت لكم مثل هوم وورك انه اصلا ما موجود حتى حلهن بنهاية الكتاب، وهنا اصلا واضحات يعني ما اعتقد هيك اسئله تجي بالامتحان. هو اللي هنا وينتهي يونت 6 وان شاء الله افتهمتوا عليه وافتهمتوا على الشرح.